حياك الله يا شيخ على هذا ارفع البرنامج. صوتك. نعم ارفع صوتك. حياك الله على هذا البرنامج. آمين وياك. عندي سؤال الأول عائلي. نعم. عندي اختلاف ما بين الزوجة والأم. هي. كيف أستطيع أن أحل هذه المشكلة مع أني أعلم أن زوجتي مظلومة؟ فإذا كنت مع زوجتي فهل يعتبر ذلك عقوق للوالدين؟ نعم. كن اتفق مع زوجتك، اتفق مع زوجتك، اجعل الزوجة تعينك على برها، على برك بأمك. كن أمام أمك مع أمك، وكن مع زوجتك مع زوجتك. أريد أن تعطي نصيحة لوالدتي لعلها تستمع في هذا البرنامج. أعطي نصيحة لك ولوالدتك ولزوجتك. بداية أنت يجب عليك أن تمثل دورة، للأسف من يسمع ولكن لا يعقل، بمعنى حينما تكون مع أمك بحضرة زوجتك كن مع أمك لا مشكلة، لكن مع اتفاقك مع زوجتك. حينما تكون مع زوجتك كن مع زوجتك بينك وبين نفسها، وأمر الزوجة بأن تصبر وأن هذه أم وتعينك على البر، وأمر أمك بالتي هي أحسن وبحسن العبارة ولطف الكلام بأن تعدل، فهي بمنزلة ابنتها. فأنت القاضي وأنت الحكم وأنت الجلاد، لا الأم ولا الزوجة، لأن كلاهم نعم يتكي عليك. نعم، لكن يا شيخ عندي سؤال ثاني إذا سمحت. نعم تفضل. أنا إنسان ناجح في حياتي والحمد لله. نعم. ولكن كلما أزداد نجاح كلما أجد منتقدين أكثر وأشخاص مثبتين أكثر، كيف أستطيع أن أتعامل مع هذه الطبقة يعني المثبطة، وكيف أستطيع أن أواجه كلام الناس مع أني يعني إنسان ناجح، ولكن كما قلت كلما أزداد نجاح كلما أجد كلام الناس أكثر وأجد مثبتين أكثر. تعلم يا أحمد. نعم. اسمع من أخيك. نعم. وأقولها لك عن تجربة وصلت لدرجة مرحلة، وصلت لمرحلة الملوكية بها بفضل الله. تعامل مع المثبطين والمنتقدين، لا أراكم ولا أسمعكم ولا يشرفني أن ألتفت إليكم، هنا فقط تنجح. أكثر الناس نجاحا هو ذاك الأصم الذي لا يستمع لنقد البشر. لو أنت أعطيت سمعك للناس لإرضاء الناس لصابك مثل ما أصاب جحا حينما ركب الحمار وترك ابنه، ثم ركب ابنه وترك هو الحمار، وحينما ركب هو ابنه الحمار، وحينما حمل الحمار هو ابنه، لا أصابك مثل ما ولا أصبحت جحا للقرن 21. فإذا أردت أن تستمر بنجاحك لا تنظر للخلف ولا تنظر من المثبطين أن يسفقوا لك إن نجحت، فهم يريدون فشلك. الدليل أنهم ينتقدونك وأنهم لا يرون الكمال إلا بهم، ولو جلسوا في مكانك ومجلسك لفشلوا فشلا ذريعا. لهذا اجعل قاعدتك في الحياة لا أراكم لا أسمعكم ولا يشرفني أن ألتفت إليكم. علمت؟ نعم. ولكن من أقرب الناس إليك يعني تجد في حضورك يكون يعني وجها وفي غيابك وجها آخر، يعني يا رجل العسل، يا رجل اسمع، العسل المغشوش من العسل الصافي. يا رجل اسمع، يكفيك عزا وفخرا ويكفيك شرفا أنهم ينافقون أمامك، علمت؟ نعم. هذا يكفيك عز. نعم. وشرف أن الذي يكرهك يتعامل معك بوجه، وحينما تذهب يتعامل بوجه. يكفيك فخرا وعزا وشرفا أنهم ينافقون أمامك وفي خلفك يتكلمون بما يخرجون في صدور من أمراض، فهذا يكفيك هيبة، يكفيك هيبة. لهذا أنت هكذا، أنت هكذا على الصواب. نعم. شكرا لك. نعم.